السلام عليكم، معكم نورة بن سعيدان، فنانة سعودية. معي ماجستير تربية فنية من جامعة الملك سعود، تخصصت بالفن التشكيلي والجداريات. لو في كلمة ممكن أوصف فيها الوضع الحالي، أنا أشوف هو مستقبل. المملكة العربية السعودية حاليا تمر في نقلة مستقبلية نوعية، وهذا الشيء لاحظناه في عدة مجالات. اهتمامها بالثقافة وبالفنون، من أكثر الأعمال اللي يعني أنا فخورة فيها هو لما رسمت على النفق. التصميم استلهمت منه بعدة أشياء، كانت فكرته أنه نستخدم الخط العربي تماثلاً مع العام الخط العربي مع وزارة الثقافة. النفق موقعه قريب من منطقة الدرعية، ومنطقة الدرعية تعتبر من المناطق يعني اللي فيها تراث، فحسيت أنه الألوان القريبة من الألوان التراثية هي الأفضل، فاستخدمت الألوان التراثية. استخدمت النشيد الوطني بخط الثلث بتمازج واندماج بشكل جميل جدا. نحن نحتاج وجود ألوان في حياتنا، سواء في الطرق، سواء في ملابسنا، سواء في حياتنا في كل مكان. فيمكن هذا أكثر هدف خلاني أركز أنه كيف أنه أخلي المكان اللي إحنا نمشي فيه يكون أكثر بهجة ويكون فيه أكثر إبداع.